القنصل التركي في الإسكندرية أرسل خطاب بيعترض فيه عن أرسل خطاب بيعترض فيه للدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية احتجاجا على ما نشرته الدكتورة سميرة عاشور. نشرت إيه بقى؟ دكتورة سميرة عاشور دي رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب، نشرت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتصوير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شكل فرخة بدون ريش، زي ما احنا شايفين قدامنا فرخة منزوعة الريش. الدكتورة سميرة عاشور رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بيكي أستاذة سميرة. أنا عايزة أعرف فكرتك إيه إن أنت أولا يظهر على شكل فرخة، ثانيا من غير ريش، ده له دلالة وده له دلالة أكيد. أنا كتبت عليها اللي عرى جيشه ربنا ينتقم منه، يعني أنا شفت الصورة دي على مواقع تواصل وبيقولوا دي أكتر صورة منتشرة في الإعلام في أوروبا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على أساس تعرية أردوغان لجيشه وكده، يعني إنه بقى بهذا الشكل، يعني كأنه فرخة منتوفة الريش يعني. طيب حصل إيه بقى؟ أنا نشرتها على صفحتي وخلاص، بعدين فوجئت بعد مدة تقريبا بعد 10 أيام كده أو حاجة جاي خطاب من القنصل التركي بعته الرئيس الجامعة يحتج فيه ويشكوني فيه لرئيس الجامعة. فبيقول له إن رئيس اللغات الشرقية في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، طب ما أنت عارف إنها صفحتي الخاصة. يعني بتنتقد فيها إيه؟ والذي نرفق لسيادتكم صورة منه مع هذا الخطاب، وهو ما أهان دولتنا ورئيسها وأحزننا بشكل كبير. بين بيقول له قد شعرت أنه لابد لي أن أطلعكم على هذه الإساءة التي تدل على عدم الاحترام. لأنني أعتقد من وجهة نظر أن مثل هذه الأفعال الغير لائقة تضر بالعلاقة الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين التركي والمصري. أيوه. أنا رديت على هذا الخطاب وقلت أن دي أولا صفحتي الشخصية، حرية شخصية، ودي حريتي الشخصية وهو ليس من حقه أن يتدخل فيها، وأيضا ليس صديق عندي على الصفحة. فإيه اللي خليه يفتش في صفحتنا ورائنا؟ وأيضا ليه لو هو خدها من طريق حد أو دخل، يعني كان ممكن يدخل يعلق عليها على الصفحات زي ما التواصل الاجتماعي كله من غير ما ياخدها ويبعت شكوى في حقي. أيوة. لرئيس الجامعة، يعني كأنه. طب ورئيس الجامعة يعني موقفه إيه من حضرتك؟ رئيس الجامعة دعم موقفي وقال له ان دي حرية شخصية للأساتذة، صفحات بتاعتهم وآرائهم على الفيس ما حدش يتدخل فيها، دي حرية كفلها لهم القانون والدستور المصري. اكيد. بشكر حضرتك استاذ سميره. الشعب التركي بكن له الاحترام، بعد اذن حضرتك. اتفضلي. ان انا الشعب التركي بكن له الاحترام والود. أيوة. لكن مشتتي للصورة دي بتعبر عن وجهة نظر شخصية في الرئيس التركي. وياما بيتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما دي حرية شخصية في النهاية، مش هيقدروا ان هم يمسكوا الناس كلها. بشكر حضرتك استاذة سميرة.